من العام الروماني بعد الاستقلال في تونس صدرت مجلة الحوادث الشخصية اللي هي أكبر مكسب للمرأة العربية مش للمرأة التونسية كهو، خاطر قاعدة ديما المرأة التونسية وحيدة في نوعها بالنسبة للقوانين. ولكن ديما نقولوا أن القوانين وحدهم ما يكفيوش، لازم فما ثقافة عامة وأداب اللي هي بتخلي أكثر عدد متاع توانسة يقبلوا هالفكرة هذه. والحمد لله من سنوات 60 حتى للثورة لاحظنا اللي هالمكاسب كانت شبه تطبق، ما هي عمرها ما تبهدش تطبق 100%، خاطر كما قلت لك معناتها تكوين الأمخاخ والفكر والثقافة متاع مجتمع كامل صعيب وعلى مدى طويل معناتها. أما من وقت اللي جات الثورة وجاء حكم الإسلاميين وبدا يدخل في العروش متاع المجتمع التونسي، معناتها خفنا احنا نساء تقدميات، خفنا على هالمكاسب هذه. ولكن ما نجمش نقول اللي اليوم رغم اللي فما مظاهر متاع عنف، مظاهر متاع رجعيه في الملابس، في كل شيء تطبق معناتها في المجتمع بصفه عامه، اما هذايا ما يعنيش وانه باش نضيعوهم هالمكاسب، بخاطر المرأة التونسية واعية برشا وماهيش بتسلم في حقوقها، ولكن لازمها برشا ردين بال كما احنا نقولوا، توانسة ترد بالها باش حتى ينجم نهار يفك لها ولا يبدل لها هالمكاسب هذه.